بالعكس. اللهم ارض عنا وشكرنا عن والدي محمد يونس قال البخاري رحمه الله تعالى عليه في صحيحه وزنا مع كتاب الجزيه قال باب قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزه قال سمعت الاعمش شاري المصالحه عندنا المصالحه ولا حديث تمام الباب السابق. نعم الحقيقة عندنا حديث قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم. وين عبدان هاي؟ عبدان انت ده باب مختلف. ماشي 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 اتفضل اتفضل. نعم نعم. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزة قال سمعت الاعمش قال سالت ابا وائل شهدت صفين؟ قال نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول رضي الله عنه اتهم رايكم رايتني يوم ابي جندل ولو استطيع ان ارد امر النبي لرددت. قال وما وضعنا سيفنا على عاتقنا لامر يوقعنا الا اسهلنا بنا الى امر نعرفه غير يومنا هذا. غير امرنا هذا مش يومنا غير امرنا هذا. غير امرنا هذا. اي نعم. طيب هنا في لا 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 في صلة المقاطعة أنجع في سياسة النفوس وأحمد عاقبة على مثل هذا المعنى في الذي جاء الكلام في الموادعة هنا هي موادعة أهل الكفر قريش والجميع ما كانوا يقولون بذلك ما كانوا يقولون بالصلح مع قريش صلح الحديبية الذي حدث أنهم منعوه من الدخول الله أكبر الله. منعوه من الدخول إلى مكة ولا الطواف بالبيت لما منعوه جاء صهيب بن عمرو أن تعلمون أنهم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد يطلب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يأبى ويجلسون معه ويقول أنه جاء إلى البيت جاء معظما للبيت جاء طائفا ما جاء مقاتلا وهم يقولون لا يدخلها عنوة ف بعد ذلك اشتد الأمر بينهم وبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه إليهم فانتشر بين الناس أنهم قتلوا عثمان بن عفان فقام النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الجميع فبايعهم على ألا يفر أحد في رواية بايعهم على الموت فكل راوي فهم أنه لا يفر أنه بايع على الموت أنه بايع على الموت فبايعهم وما كان فأخذ بيد النساء اليمنى ليد النبي صلى الله عليه وسلم واليسرى بيد اليمنى بيد عثمان بن عفان واليسرى بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه يد عثمان في يد محمد صلى الله عليه وسلم فجعل بيعة عثمان بن عفان بيده هو اليمنى والبركة فيها وهذه فيها دلالة على مكانة عثمان ولما جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يريد القطح في عثمان أيام الفتنة قال له يا ابن عمر عثمان لم يحضر بدر قال نعم قال الله أكبر ثم قال عثمان فر يوم أحد قال اللهم نعم قال الله أكبر قال عثمان لم يبايع في بيعة الرضوان قال نعم قال الله أكبر لما؟ أولا لأن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له من خير الناس فيكم قال الذين شهدوا بدرا فقال جبريل ونحن في السماء نقول خير الملائكة فينا من شهد بدرا وعثمان لم يشهد وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار لا يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة شجرة الرضوان الله أقول إخوتي الكرام بايعة الرضوان قال لا يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة فبايع بيدي عثمان فقال هنا ابن عمر قال تعالى يا هذا يعني قبل أن تمشي وتكبر بأنك فزت وأنك يعني ضللت بالظن في عثمان قال أما بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن يطبب ابنته وضرب بسهم وقال هذا سهم عثمان ولذلك العلماء قالوا من انشغل بولي الأمر وإن لم يحضر المعركة له من الغنيمة مع أن الغنيمة لا تقسم إلا على من شهد المعركة إلا عثمان لأن عثمان انشغل ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأما أحد فقد قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه ثم قال وأما بيعة الرضوان فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى عثمان واليسرى بيد محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يعني جاء صهيب بن عمرو فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سهل الله عليكم أمركم
فحدث ما حدث من القصة الطويلة، واشترط الشروط الشديدة، وقال من جاءكم منا تردوه علينا ومن جاءنا منكم لا نرده على، شوف الشروط المكحفة. فعمر بن الخطاب نفسه لم يقبل، وهذه موادعة مصالحة لمدة 10 سنوات. وكان الأمر أن الخير كل الخير فيها، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلحا، والله جعل سماها فتحا، حتى قال عمر بن الخطاب أهي فتح؟ قال نعم فتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وسهل بن حنيف يقول اتهموا رأيكم، رأيت يوم أبي جندل، أبو جندل جاء مسلسلا وارتمى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أتردوني لهم يعذبونني في ديني، أتردوني لهم يفتنونني في ديني، والنبي ينظر إليه فقال سيدنا عمرو يعني هذا يستثنى من الشروط. قال هذا أولهم، قال يستثنى من الشروط، قال هذا أولهم. فقام سهيل قال لقد أردت أن هممت أن أرد كلام النبي. الصحابة لما أمرهم سلم بالحلق وعدم الطواف والنحر والرجوع يعني لما ما سمعوا كلامه، فلما ذهب وأم سلمة قالت له ما بك من أغضبك؟ فقال أمرت الناس بأمر لم يأتمروا به. قالت يا رسول الله اطلع اخرج ولا تكلم أحدا واستدعي الحلاق وأتي به واحلق شعرك ثم ادخل. فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فعل ذلك وحلق شعره، وفرقه أبو طلحة بين أصحابه. لما وجدوا أن سلم يفعل ذلك كل أخذ برأس أخيه يريد أن يقص رأسه لا أن يحلق شعره من الغيظ من الغيظ. وعمر تعلمون أنه جهارا قال ألسنا حق أليس على الباطل، فلما رأت الدنيا في ديننا ورد الأمر، وأيضا وقف لأبي جندل وأعطاه السيف، أشار له بالسيف فقال له خذ اقتله إنه كلب، استغفر الله. هذا قبل قبل إسلامي. لما أسلم وقف موقف أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، ولله حكم وشؤون. هناك من يكون كما قلت بريق في قلبه ما يعلمه إلا الله جل في علاه، ولو كان الظاهر أمور متلاطمة مختلطة، لكن هناك شيء ما أحد يعلمه إلا الله جل في علاه، يكون هذا الشيء هو ليس الإنقاذ فقط، بل يكون أعظم الرفعة في الدرجة بسبب ما يكن المرء في قلبه. قلت إننا في الدنيا نعامل الناس على الظاهر، طيب جيد، من يعني أظهر لنا خيرا قربناه وأحببناه، لكن وسريرة على الله جل في علاه، لكن في الآخرة الحساب على اللي في الداخل، الحساب على القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم، لذلك قام الإنسان فعل ذلك ففعلوا. سهيل يقول هممت أن أرد يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما كان له ذلك، وكان صلح الحديبية فتحا. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.